بنيت بيتين في أرض واحدة بتمويل من بنك إسلامي، وأريد بيع أحد هذين البيتين والاستفادة من المبلغ، فهل يصح لي ذلك؟ الجواب: لا بد من النظر في صيغة العقد الذي بينك وبين البنك، فإن كان العقد عقد إيجارة منتهية بالتمليك فالمالك هو البنك وأنت مستأجر، وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تبيع أحد البيتين إلا بعد أن تشتريه من البنك. ففي هذا الحال لابد أولاً أن يمكن أن تذهب أنت ومن يرغب بالشراء منك إلى البنك ويبيع لك البنك، توقع عقد بيع وشراء بينك وبين البنك فتكون أنت المالك، ثم تعيد بيعه للشخص الراغب فيه. وإن كانت الصيغة صيغة مشاركة، عقد مشاركة بينك وبين البنك الإسلامي، فلا بد أيضا من التنسيق مع شريكك وهو البنك، بحيث تبيع حصتك أو تشتري أنت حصة البنك أولا ثم تبيع الحصتين، حصتك وحصة البنك، إلى هذا الشخص الآخر الذي يرغب أن يحل محلك وأن يتملك هذا المنزل. طيب، شخص يسأل يقول: أنا مستأجر لهذا البيت عن طريق البنك الإسلامي بإيجار منتهي بالتمليك، هل يجوز لي أن أتنازل عن عقد الإيجار لهذا الشخص وهذا الشخص يكمل الأقساط فيحل محلي ويكون التمليك له؟ نعم، يجوز ذلك، تتنازل عن عقد الإيجار له ويعطيك مبلغا من المال مقابل هذا التنازل بما تتفقان عليه، ويحل محلك في إكمال عقد الإيجار، أو أن يتملكه بعد ذلك إن كان لديه النقد الذي يدفعه للمصرف الإسلامي. فالحاصل لابد أن نعرف صيغة العقد الذي بينك وبين المصرف، وعلى ضوئه يتفرع كيف تستطيع أن تبيع أو أن تتنازل عن هذا المنزل لغيرك، والله تعالى أعلم.